بيتي اتخرب، حياتي باظت، حياتي اتدمرت. ابرر حاجه واحده، انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا، ادي قسمت الجواز تمام في 2021، احنا اتجوزنا في 2021، حصلش بيني وبينه نصيب واتطلقنا، ادي قسمت الطلاق، اشهار طلاق تمام. اتطلقت منه من سنه بالظبط، والفيديو ده انا معرفش عنه اي حاجه لحد ما شفته اليومين دول بعد الموقف والمشكله اللي حصلت لي، صورتي انا وهو، وادي الحظاظه اللي في الفيديو في ايده اهي. ده كان جوزي، انا لو ولا ليا اي حاجه مش مظبوطه، انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغدر ربنا. انا بتجوز على سنه الله ورسوله، انا حتى ما بصاحبش، انا بتجوز على سنه الله ورسوله، وده كان جوزي. فبعد اذنكم عشان خاطر ربنا، اي حد مش عارف فيديو خاصين من قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا بعد الجوازه اللي انا اتطلقت منها دي بتاع صاحبي، انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت، بيتي اتخرب، حياتي باظت، حياتي اتدمرت. فكما تدين تدان. بعد اذنكم يا جماعه من فضلكم، الفيديو على قد ما تقدروا امنعوا انتشاره، وكفايه فضايح، كفايه فضايح ليا والاهل، عشان انا عندي ناس ملهاش ذنب.